على آخر كلمات النشيد الوطني وعلى رفرفة العلم الذي يرمز في كل الأنحاء إلى الراية والشعار، وهو الذي يعبر عن المواطنة الحقيقية والانتماء الذي تتجسد فيه السياسة مع التاريخ والفن والثقافة والهوية والانتماء الذي تتوارثه الأجيال. يوم العلم يوم للفخر، فهو يحمل راية التوحيد والعز والإسلام والسلام الذي لا تنكس رايته ولا تنكسر على الإطلاق بمشيئة الله تعالى. وهنا أتذكر بيت للشاعر الكبير جاسم صحيح عندما كان يقول: وطني وطني وطن عليه يعرش القرآن، فظلاله الآيات والتبيان، حفرته فينا الذكريات، فحينما ننسى يذكرنا به النسيان. وتفحص الأجداد حمض ترابه، فرأوا بأن ترابه إنسان. هكذا كان يتغنى بهذه الأبيات، ونحن اليوم نعيش على هذه الراية وتحت هذه الراية الخفاقة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله. هنا ندخل في تفاصيل التسعين دقيقة، ندخل أحبة الكرام في جولة العلم، في جولة العشرين تحديدا من دوري روشن السعودي للمحترفين. فارس الدهنة يستضيف فرسان مكة، من ستكون له الكلمة، الفارس أم الفرسان؟ إنها نشوة ولغة يفهمها الفريقان ويعرف قيمة هذه المباراة تحديدا. 22 نقطة للاتفاق، ليس في مركز للأمان يا نواخذة، العشرين نقطة، فأنت الأقرب للباطن والخليج للوحدة، عليك أن تتذكر ذلك يا فرسان مكة. كانت مباراة رائعة هناك في الشرائع، أبدع من خلالها الفرسان أمام الهلال 3-3، ومن خلال انتصار ثمين، وأي انتصار، جاء في وقته للنواخذة من أمام الرائد 2-1. خوسيه سييرا ليس غريب على هذه الأراضي وليس غريب على مواجهة الاتفاق، لكن القادم الجديد الإسباني اليوم الذي يظهر من أمامنا المدرب أنطونيو كازولا المدرب الإسباني. تجربة لن تكون سهلة لهذا الإسباني بعد باتريس كارتيرون. هل يصلح ما أفسده كارتيرون؟ على أقل تقدير في الأيام القادمة، أيام صعبة جدا للنواخذة. الجماهير لا تسأل عن الجماهير، الأجواء حارة للغاية، ومع ذلك توقعنا أن يكون الحضور الجماهيري أكبر. ننطلق مع صافرة الحكم الدولي شكري الحنفوش الذي يقود هذا اللقاء بمساعدة محمد العبكري علي العلي وسلطان العكيري رابعا، تركي الخضير على تقنية الفي آر، بدر الشمراني هو الحكم المساعد لتقنية الفار. خلونا ندخل في الاختيارات مع غيابات مؤثرة جدا. انسيلمو دي مورايس البرازيلي يغيب عن تشكيلة فريق الوحدة، بينما سعيد المولد الظهير يغيب، والاثنين كلهم بداعي واحد وهو تراكم البطاقات. الاتفاق يا نواخذ اليوم يدخل وعلى أنظاركم في منازلكم في مكانكم الخاص بعيدا عن المدرجات. باولو فيكتور حارس المرمى، سنوسي هوساوي، سعد الموسى، مارسيل تيسيران، عبد الله الخطيب، محنشي، بيران أزديمير، حامد الغامدي، سالم الكويكبي، روبن كويسي، هي تشكيلة الإسباني في مباراة اليوم. على الطرف الآخر في مباراة الوحدة يا هلا بالعائد الجديد الحارس المتألق المغربي منير محمدي، يعود بعد غياب لأكثر من 6 جولات على التوالي بعد مباراة الخليج الأخيرة 3-2 الذي أصيب بكسر بأصبع، يعود مرة أخرى الحارس المحمدي. عبد الإله بخاري، أوسكار دوارتي، عبد الله الحافظ، علي مكي، علاء الحجي، وليد باخشوين، فيصل فجر، سلطان السوادي، كريم يودا، ورودريغيز، جيرسون المهاجم الذي يعتمد عليه كثيرا لويس خوسيه سيارا. هذه الغيابات وهذه الأسماء، الحوار اليوم في 90 دقيقة كيف يكون يا سادة يا كرام في مباراة اليوم؟ مع اليوم منتظر كبير جدا في لقاء كلاسيكو، منتظر في الجوهرة ولقاء الحسم، خلينا نقوله الحسم المبكر لدوري السعودي دوري روشن ما بين البطل حتى الآن والمتصدر النصر والوصيف نادي الاتحاد، وعلى بعد نقطتين 46-44. البداية ندخل معاها الموسى المدافع يلعب الكرة الطويلة، لعب للأمام، ورايك وايسون في موقف تسلل. ها
هذه المباريات تحتاج النقاط كثير جدا. الناس اللي هناك في مكة الناس يعتقدون أن 22 نقطة هي نقطة خطيرة جدا بالنسبة للوحدة، لأن فريق الخليج وفريق الباطن عندهم وين الباطن؟ فريق الخليج والعدالة عندهم على 16 نقطة، الباطن اللي عنده 6 نقاط وتدخل وخطأ في وسط الملعب. حكم المباراة الدولي شكري الحنفوش، آخر مشاركاته كانت في البصرة في دورة الخليج الأخيرة. شكرا للحنفوش. وهذا هذا الموسى، سعد الموسى، اللاعب الصغير 20 سنة، تدخل على القدم، اليوم يأخذ مهمة في مجال مارسيل تيسيران، هو بجانبه يلعب هذا اللاعب سعد الموسى مع أول إصابة. خلينا ندخل إن شاء الله المباراة وعلى 22 نقطة بعد 19 مباراة للاتفاق، 6 انتصارات للكوماندز، 4 تعادل. هذه التدخل، شوف شوف شوف، أوه على التدخل بصراحة يعني غريب عجيب، مع الدقائق الأولى بعيدة عن منطقة ليست الكرة خطورة، يعني رودريغز اللاعب لوكسمبورغي، يعني غريب هذا التدخل، غريب جدا هذا التدخل. ألف سلامة وما هو قرار حكم المباراة شكري الحنفوش في التدخل الأخير. هذا هو سعد الموسى، اللاعب اللي تحت 16 سنة، كان لعب مع المنتخب السعودي الشاب. حكم المباراة أمر باستمرار اللعب مع أول تدخل. ألف سلامة، المهم أنه سلامة اللاعب سعد الموسى، يدخل إلى أرضية الملعب. سنوسي هاوساوي اليوم على الطرف الأيمن أمام الكويكبي، يلعب كرة في وسط الملعب، يحاول فيها فيصل فجر، يلعب كرة للأمام، عدت من فيصل بالخلف مكي، وليد بخشوين، عبد الله الحافظ 30 سنة لهذا اللاعب الذي بدأ هنا مع الاتفاق، والذي ترعرع في الفئات العمرية مع الاتفاق، والذي حمل بطولة 2009 في الفريق الشباب، وأول حضور له كان على مستوى البطولات، وأول بطولة على مستوى الفئات العمرية كان من يحمل هو القائد. عبد الله الحافظ اليوم بعد مشواره مع هجر ومع الهلال ومع مشواره مع الاتحاد، يعود في هذا الموسم مع فريق الوحدة. هذا فيصل فجر المغربي، لعب في تركيا مع سيفاس، هذا اللاعب فيصل فجر المغربي 34 سنة، ليس صغير لكن إمكانياته كبيرة، أعطى الإضافة لفريق الوحدة. فريق الوحدة وإن كان هذا الموسم يعني ألبرتو بوتيا غادر وذهب إلى إسبانيا، يعني لم يعطي المحترفين بصراحة للوحدة الإضافة الكبيرة، ما أعطى المحترفين ولا الاتفاق، خلينا نكون صريحين، ولا الاتفاق المحترفين لم يعطوه الإضافة الكبيرة الواضحة. هذه الكرة الأخيرة، هذه لمسة اليد على علي مكي الظهير، والخطأ لمصلحة فريق الاتفاق، مصلحة فريق الاتفاق. المباريات هذه واحنا نلعب الآن في الفصل الأخير من الدوري، على فكرة كل مباريات الدوري الآن ستصبح صعبة، ستصبح قوية، لن تكون سهلة، وشاهدنا في المباريات الأخيرة، شاهدنا العدالة والشباب، شاهدنا الباطن والنصر، شاهدنا الوحدة والهلال، خلاص المباريات الآن وصلنا إلى 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 مستوى خلاص، يعني دائما أقول هذه الكلمة بأن الغريق لا يخشى البلل، وبالتالي يحاول أن يعطي كل ما لديه في الأمتار الأخيرة. اصبر شوية بعد في الأمتار الأخيرة في خمسة دولات، حتطلع الآن رؤساء الأندية بالظاهرة المعروفة اللي عندنا، المكافآت تزيد وترتفع والوعود من حتى الوصول إلى البقاء. اللعبة إدوارتي، منير محمدي، أوسكار إدوارتي، الكرة في وسط الملعب للأمام، التغطية إبراهيم محنشي، لاعب الوسط إبراهيم محنشي يلعب الكرة، لكنها أيضا تغطية، وليد بخشوين غير الاتجاه، علي مكي على الطرف الأيمن، يتقدم علي، ياخذ الخطوات، يتقدم الآن فرسان مكة للبحث عن الوصول إلى حارس المرمى باولو فيكتور البرازيلي، هذه كرة ملعوبة بعيدة طويلة، الأقرب هناك عند اللاعب المغربي. فجر يلعب الكرة والتغطية من المنسلس إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس، إلى رمية تماس، دقائق أولى، الكل يريد أن يختبر قدرات الآخر في مباراة اليوم وفي الدقائق الأولى. لويس سييرا يعني واجه الاتفاق 6 مرات على فكرة، لويس سييرا المدرب التشيلي واجه الاتفاق 6 مرات، مع الاتحاد 5 مرات ومع الطائي مرة واحدة، وفي 6 المباريات فاز على الاتفاق. في 6 المباريات اللي واجهها فريق لويس سييرا فاز 6 مرات. حامد الغامدي من نص الملعب، يغير الاتجاه حامد، عبد الله الخطيب اليوم
اللي يلعب على الطرف الأيسر يعود مرة ثانية. غازديمير اللي سجل الهدف في مباراة الذهاب ما بين الاثنين اللي انتهت 1-1. بوغيل الفرنسي اللي غايب عن الفريق بداعي إصابة ما هو جاهز. واليوم عندنا أيضا أزدمير هو من سجل هدف التعادل في مباراة الذهاب. ملعوبة طويلة الآن. كريم يودع على الطرف. هذا رودريغز. رودريغز جيرسون يلعب الكرة العرضية الطويلة على الطرف الآخر. شوف يلعبون على الأطراف. يحاول فيها. فيصل فجر في الاستلام. فيصل فجر يبحث عن اللاعب. عاد بخل محاولة عرضية. المحاولة ما زالت لكن التغطية الدفاعية. صراع كبير راح يكون. شوف الآن كويس وين راجع. أخذ الكرة. تقدم من نص الملعب. راح الآن لعب الكرة على الطرف الأيمن. الكويكبي يتقدم ياخذ خطوات. الكويكبي راح لعب كرة حاول ياخذ تمريرة الرد والتغطية مع عبد الله السالم في الكرة الأخيرة. يهدي السوادي كان عنده هدف مهم جدا في مباراة وهدف رائع وفي توقيت خرافي وفي توقيت قاتل في مباراة 3-3 من أمام الهلال اللي انتهت في الشرائع 3-3 في المباراة الكبيرة جدا. عبد الله الحافظ يلعب الكرة يحاول يمرر يرجع مرة ثانية على الحجي وسط الملعب. وليد بخشوين فيصل فجر الثلاثي. هذا فيصل فجر يلعب الكرة استلام يتقدم عبد الإله بخاري حاول يلعب. عبد الإله بخاري سبق أيضا مثل الاتفاق قادم من الجبلين. هذا اللاعب الظهير الأيسر يلعب الكرة من وسط الملعب. حامد الغامدي تقدم عند عبد الله الخطيب اللي دائما نعرف عبد الله الخطيب يعني لاعب قلب دفاع. اليوم يضطر اليوم الإسباني أن يكون هو موجود على الطرف الأيسر. سعيد المولد غايب عن تشكيلة الظهير الأيمن. الكويكبي أزديمير يمرر في وسط الملعب. الكويكبي ياخذ كرة ويغير الاتجاه. راح عند تيسيران الكونغولي اخذ الكرة. تيسيران يلعب الكرة على الطرف الايسر. الخطيب تمريرات محاولات اتفاقية حتى الان لا خطورة على المرميين. لم يهدد منير المحمدي. نعم وقت مبكر لكن 10 دقائق ما وصلت الكرة للحارسين معنى ذلك انه يستمر جس النبض يستمر الحذر الكبير من دخول اي هدف مبكر في المباراة. محنشي أخذ الكرة من نص الملعب غير الاتجاه راح لحامد الغامدي. حامد انتظر أخذ المحاولة تسديد سدد والتغطية عند الحافظ. محاولة مرة ثانية يحاول فيها حامد الغامدي. لاعب شاب لاعب إمكانياته شاب. لما نقول شاب يعني هو لاعب عمره صغير ما زال عنده العطاء الكبير. حامد الغامدي مرة الكرة الخطيب اللي تقدم مرة الخطيب موه الخطيب لاعب الكرة والتغطية الدفاعية وما زالت اتفاقية مرة ثانية. يسيطر الاتفاق دون خطورة. نعم يسيطر لعب الكرة للأمام. شوف سروسي هوساوي لعب الكرة وتغطية دفاعية وسط الملعب الآن يتقدم يحاول فيها. شوف عبد الإله بخاري هذا الآن يتقدم الآن على الطرف الأيسر. يحاول يمر انتظر يودا حاول يلعب الكرة لكن عدت مرة ثانية. عندنا كريم يودا الفرنسي اللي موجود على الطرف الأيسر يحاول أزدمير. محنشي ياخذ الكرة يمرر للسنوسي يرجع مرة ثانية للموسى. غير المدربين يعني ممكن في كثير من الأحيان يكون عامل إيجابي. يعني شاهدنا الآن الباطن مثلا تحسن أداء مع المدرب الجديد. في محاولة في الاستلام عبد الله السالم يحاول يراوغ عاد بالخلف. محاولة الكويكبي يحاول يمر ما بين اثنين. نعم غاب شوي عن مستواه وعن إمكانياته محمد الكويكبي وانطلاقاته ومهاراته الفردية غاب بسبب الإصابة ورجع مرة ثانية لكنه لم يعد إلى مستوى محمد الكويكبي الذهني. الحضور الذهني عند محمد الكويكبي لم يعد كما كان على أقل تقدير في المباريات الماضية. نص الملعب الحافظ باخشوين أوسكار اللاعب الكوستاريكي فيصل فجر بخاري في الاستلام مرة ثانية كرات وحداوية. يعني فرصة هذا الموسم تحديدا في دوري روشن هو فرصة كبيرة. الفرصة وين تكمن؟ أن الهابطين فقط فريقين هذا الموسم. الفرصة وين تكمن أيضا؟ البعض يعني بالأرقام خلينا نشوف علي مكي في كراته على الطرف الأيمن يحاول يمرر والتغطية الدفاعية. يعني الباطن يكون هو اللي أصعب على الإطلاق. الأصعب على الإطلاق. شوف احنا نقول ان الباطن هو وضع الأصعب. والباطن الآن على الخليج
المتقدم بهدف مقابل شيء. هذا لما نقول هنا الإضافة. هنا يظهر عندنا أنطونيو كازولا المدرب الإسباني يأخذ التجربة الأولى مع فريق أول هذا الموسم. عادة كازولا هو كان مدرب مع الرديف، مع الاتفاق، مع الشعلة، مع الفرق التي مر عليها، مع الفرق كان أيضا مع الفتح، أيضا كان مساعدا أيضا. لكن اليوم يرى نفسه اليوم بعدما كان في فريق الرديف وبعد إقالة المدرب الفرنسي كارتيرون، اليوم هذه المهمة عند هذا المدرب الإسباني. الموسم الماضي خلينا نذكر الاتفاقيين بدأوا مع الوطني خالد العطوي، بعد ذلك زوران كمل في مباراة واحدة أحدد الحنفوش ونجح فيها من أمام الأهلي، بعد ذلك كارتيرون ولم يتغير شكل على الأقل شكل النتائج المرغوبة لدى فريق الاتفاق. ما يأمله الكبير الشرقية أن يعود إلى وضعه، أن يعود إلى مكانه. عملية الإحمال للاعبي فريق الوحدة، وإحنا لسه ما وصلنا على ربع ساعة أولى في المباراة، لكنها أحيانا قراءة المدربين على بداية المباراة. أزديمير والخطأ لمصلحة فريق الاتفاق، الخطأ لمصلحة فريق الاتفاق. الكويكبي لعب الكرة، لعبت بالرأس، تغطية دفاعية، محاولة مرة ثانية، يودا متراجع، كريم يودا الفرنسي أيضا متراجع، لعب كرة بالخلف طويلة، استلام على اليسار، تغيير الاتجاه، طويلة بخاري سهلة إلى حارس المرمى منير محمد، هذا الحارس اللي مثل منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم، والذي لعب مباراة واحدة من أمام بلجيكا بعد يعني إصابة بونو، ياسين بونو هو من كان المدرب معه، هو كان حارس المرمى وكان أعطاه الفرصة الكبيرة وليد الركراكي المدرب المغربي، وحصل مع المنتخب المغربي على أفضل النتائج رابع العالم، وهو الإنجاز الكبير لأي فريق عربي في مستوى كأس العالم مع المنتخب العربي الكبير المنتخب المغربي. هذا هو الآن يعود منير محمدي الحارس، بخاري في الاستلام، باخشوين بالنص، فيصل فجر، استلام للوحدة، هدوء في التمرير، الاتفاق كان يجرب كرات ثابتة، لكن إلى الآن حتى الآن ما وصل إلى المرمى منير محمد، ما وصل المكان يعمل في الكرات الثابتة. هذا عبد الله الحافظ صاحب 30 سنة الذي مر على عديد من التجارب الرائعة والمميزة حتى في البرتغال، أيضا كان عنده أيضا تجربة كانت رائعة هناك في البرتغال. يمرر في نص الملعب، فيصل فجر، بخاري على اليسار، عبد الإله عدى بكرة لفيصل فجر، بطء في كرة الوحدة في بداية اللعب، وبالتالي على حجي مرر الحافظ، مرر مرة ثانية، كريم يودا يلعب باخشوين وغير اتجاه، حاول عبد الإله، بخاري يتقدم، يلعب الكرة العرضية، حولت بالرأس طويلة أقرب إلى حارس المرمى البرازيلي باولو فيكتور، اللي لعب لمارتيني البرتغالي غريبيو البرازيلي صاحب ال 34 سنة الحارس البرازيلي. اللعبة الاتفاقية طويلة، شايفين لا خطورة حتى الآن، ربع ساعة لا خطورة تذكر حتى هذه اللحظة، لا خطورة، لكن أحيانا هي ما يهم المدربين في مباراة اليوم هو 3 نقاط. هذا على حجي اللي بدأ مع الخليج، لاعب خط الوسط، إمكانيات كبيرة لعلاء الحجي في وسط الملعب، وكان أيضا في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، وكان هذا اللاعب وليد بخشوين من الأسماء اللي حافظ عليها فريق الوحدة. يمرر، حاول عبد الله سالم من نص الملعب، سنوسي بالخلف، يلعب الكرة محنشي، غير الاتجاه، جميلة على اليسار لكن أطول من اللازم، عدت سهلة إلى خارج أرضية الملعب. في المواجهات على فكرة في دوري المحترفين
يعني 17 لقاء، 17 لقاء، الاتفاق انتصر في 8 مباريات، والتعادل حاضر 3 مرات، والوحدة انتصر في 6 مباريات. لقاء الذهاب انتهى 1-1 مثل ما ذكرنا. عندنا جامبو جيل واستمر التركي هو مسجل هدف التعادل للاتفاق. اخر لقاء في الدمام 2-1 للوحدة كان ليوسف الياقاتي اللي لعب للفريقين والموجود على بدلاء فريق الاتفاق في مباراة اليوم اللاعب الفرنسي. لكن اول لقاء كان بينه في دوري المحترفين في 2009 4-0 الاتفاق، بشير وحمد الحمد وبرزاقو وعق. والله يا الاسماء ثقيله والله، بشير ومحمد الحمد وعقال وبرنس تاغو. هذا تدخل مع عبد الله السالم، حكم المباراه يامر باستمرار اللعب. عبد الله السالم على ارضيه الملعب، الف سلامه لعبد الله السالم في التدخل وبروح رياضيه عاليه جدا. وليد باخشوين ابعد الكره الى خارج ارضيه الملعب الى رميه التماس. يطمئن شكري الحنفوش الحكم الدولي، اليوم عندنا حكم دولي شكري الحنفوش، الحكم المساعد الاول محمد العبكري هو حكم دولي، علي العلي حكم درجه اولى، وعندنا على تقنيه الفي ار 2 الدوليين تركي الخضير وبدر الشمراني. وعلى فكره اليوم اصبح للحكم المساعد في تقنيه الفي ار يعني اصبح انه يحسب يعني المهمه المناطه للحكم المساعد الثاني هو يحسب الوقت البدل الضايع ويخبر حكم المباراة في النهاية، يحسب التوقفات والإصابات والبطاقات والتغييرات، ويحسب أيضا عودة الحكم لتقنية الفي آر، ثم يعرض الوقت على حكم المباراة، فإن كان يوافق ما يراه حكم المباراة فيعطي القرار على الحكم. وهذه تبقى هذه الراية الخفاقة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دائما خفاقة على كل الأزمان وعلى مدى كل العصور. حتى الآن هاد المباراة، الأجواء نعم حارة يعني، لكن ما يزيدها هي مثلا هدف في المباراة، تحرك على الأقل، وصول إلى المرمى. حتى الآن نفتقد هذا الوصول، حتى الآن يعني 20 وسط الملعب هو من تحرك 20 دقيقة، حارسي المرمى لم يحضر حتى الآن. ما شاهدنا جزء من الإصابات اللي موجودة، كثير من التمريرات، لكن لم نشاهد الآن حارس المرمى منير محمدي، لم نشاهد أيضا باولو فيكتور، لم نشاهده حتى هذه اللحظة. عبد الله سالم تغطية عليه، حوار على حجي، فيصل شوف كل الكرات مقطوعة، الحلول يعني لما تشوف العدد من اللعبات تعرف أنه الحلول الفردية مفقودة، لأن مثل هذه الكرات يأخذها الحل الفردي، يعني المهارة، يعني الإمكانية، يعني التكنيك العالي اللي موجود عند اللاعب هو من يخدم في مثل هذا اللعب. كثير عادت الكور مرة ثانية، عادت تمريرات بنفس السيناريو بنفس الأساس، لكن 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 كل ما يهم الجماهير الفريقين هو انه نصعد اليوم. الاتفاق لو انتصر في مباراة اليوم، اقول لو انتصر في مباراة اليوم راح يروح مع الطائي اللي عنده 25 نقطة، وهذا اللي عنده المركز السابع راح يكون بجانبه على 25، انت يا الوحدة اللي عندك راح تكون 23 نقطة، راح تتقدم وتبعد عن اقل تقدير الاثنين اللي يلعبون، الطائي الباطن اللي متقدم. والبعض من الكتاب قالوا خلاص ان اول المودعين الباطن، اقول من لا يعرف الباطن كفريق وكروح لا يستسلم بسهوله. فريق يملك ما شاء الله تبارك الله من الروح العاليه الكبيره جدا، شاهدناه في مواسم كان يعني امكانياته في النقاط قليله،
هذا الموسم مر بظروف صعبة جدا، لكنه يحاول الآن مع عودة المحترفين وتغيير المدربين. كريم يودا يحاول فيها، مر كريم مراوغ، محاولة هذه خطيرة، عرضية، تسديدة، شالها، جول، جول أول للفرسان. نعم يبدأ الفرسان على حج لاعب خط الوسط من أول وصول، من أول وصول الفرسان يسجلون، من أول وصول القافلة الحمراء الفرسان الحمر يتقدمون بأول الأهداف مع أول كورة يا وحدة، وهذه تكفي، من أول كورة وهذه تكفي على الإطلاق. 1-0. هذا الذي يقول ألا ليت الشباب يعود يوما. الله، شوف مع حرارة الشمس ومع ألم العين الموجود أيضا، ألف سلامة، ألف سلامة. الاتفاق يتأخر والوحدة الآن يتقدم. شوف 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 شوف، ردها المدافع الموسى وأكملها على حج. شوف شوف السوادي لعب كرة بروعة رائعة جدا من علاء حجي، الكل يتفرج وعلاء حجي يسجل. يبدأ التسجيل للفرسان. 1-0 الوحدة، الفرسان يبدأون التسجيل، الفرسان يبدأون حكاية هذه العصرية، ويريد العودة بثلاث نقاط راح تكون مهمة. صاحب العشرين نقطة يريد أن يرتقي على 23 نقطة، وبالتالي هذا أمر رائع جدا لويس سييرا. 1-0 مع أول كرة وأول وصول. سنوسي هوساوي يلعب الكرة العرضية، تحولت بالرأس، منير محمدي المغربي في التوقيت. 1-0 يتقدم فريق الوحدة، يتقدم 1-0. بخاري في الاستلام، سوادي رجع مرة ثانية في تنظيم الصفوف، كان يلعب على الهادئ، كان يمرر فريق الوحدة، واعتقد أن هذا الأسلوب ما يريده لويس سييرا. كان الأمر هادئ جدا، ما كان مستعجل على الوصول. شوف كرة واحدة، راح كريم يودا من على الطرف الأيمن، مر، عرض الكرة، لعبت في المرة الأولى، عادت من سعد الموسى وبعد ذلك تسجلت بالرأس. 1-0. تيسيران منير محمدي في الاستلام. 1-0 حتى الآن، 25 دقيقة، الوحدة يتقدم على الاتفاق. 1-0 عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، لم يصل الاتفاق، لم يهدد الاتفاق مرمى المحمدي حتى الآن، لكن من كرة واحدة وصل الفرسان وهدد مرمى باولو فيكتور. جميلة جدا التمريرة، لكن عدت إلى منير محمدي مرة ثانية، خلص الكرة المحمدي، لعب كرته في الاستلام، كوايسون تغطية عليه من إدوارتي، خلص الكرة فيصل فجر، هذه اللي كل الكرات ياخذها. السوادي، شوف وين يتراجع الان سلطان السوادي، سلطان السوادي من نص الملعب يغير الاتجاه، يفتح المساحه، الان يتفرغ لاعب الوحده الان بعد الهدف اللي تسجله، يستلم الكره، يحافظ على كورته، وهذا عامل مهم بالنسبه لفريق مسجل الهدف، يحافظ، يمتلك الكره، يحرم الفريق المنافس من الكره، هذا على اقل تقدير ان لم يكن عامل فني فهو عامل نفسي، حرمان الفريق الاخر المتاخر اللي يريد العوده في المباراه. منير محمدي يلعب كرة طويلة، عدت طويلة إلى خارج أرضية الملعب. هذا المغربي صاحب 33 سنة، هذا منير محمدي، عنده التجربة أيضا في هاتاي سبورت تركي، وعنده أيضا في ملقا الإسباني. السلام لاعب على أرضية الملعب أنطونيو كازولا اليوم المدرب. شوف جماهير الاتفاق اللي حضرت اليوم تحاول أن تؤازر نغمة الانتصار من أمام فريق الرائد. يعني تخيل الاتفاق لم يحقق انتصارين
وأمام أنظار هذا الإسباني أنطونيو كازولا لم يحقق انتصارين من آخر 35 مباراة في الدوري، لم يحقق انتصارين متتاليين على الإطلاق منذ يعني من 35 مباراة الاتفاق ما حقق انتصارين متتاليين، يفوز يتعادل يخسر بهذه الحالة ينم على عدم الاستقرار الفني. الله، ألا يحق لكم أن تقولوا ألا ليت الاتفاق يعود يوما، وليس الشباب، ليس الشباب، قولوا ألا ليت الاتفاق يعود يوما. الأجيال الرائعة لهذا الاتفاق، كبير المنطقة الشرقية، كبير الشرق بأكمله هنا، عراب البطولات هنا في المملكة العربية السعودية، الوحدة بالعراقة والتاريخ والأصالة، تاريخ الكبير جدا في تأسيس واحد من أقدم الأندية الموجودة في المملكة العربية السعودية. لا زال الصغار ينظرون على أمل في مستقبل لهذا الفريق، فريق الاتفاق الذي أفرح الكثير في الثمانينات، أفرح الكثير من العشاق في كرة القدم، لكنه بعد ذلك غابت البطولات. يعني تخيل أن آخر بطولة موجودة خارجية في 2008، كثير من الأجيال لم تعش الذهب ولا المنصات مع فريق الاتفاق. سعد الموسى استلم، تيسيران، مارسيل، سعد الموسى خلص على اليمين، أزدمير في وسط الملعب، عدت كرته علاء حجي صاحب الهدف الوحيد في مباراة اليوم، عدت أوسكار دوارتي، فيصل فجر، السوادي على اليسار، حاول يودا يلعب الكرة لكن تغطية عليه عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. يعني كثير من يعني شوف احنا عندنا عامل إيجابي هذا الموسم في دوري روشن. دوري روشن عندنا عامل إيجابي جيد في استقرار المدربين. يعني مع رزج آخر المدربين المقالين اللي موجودين لضمك وصلنا إلى 7، وإحنا اليوم نلعب في الجولة رقم 20. هذا أمر جيد، هذا أمر جيد. البطاقة الصفراء على علاء الحجي ياخذ البطاقة الصفراء. يعني عندنا عدد من المدربين غادروا، البلجيكي فاندبروك لأبها، والبوسني أكروبوفيتش للوحدة، البرتغالي بيبا للطائي، والتونسي يوسف المناعي للعدالة، والكرواتي هورفات للباطن، وكارتيرون للاتفاق، وأخيرا رزج لفريق ضمك. بعض المدربين مع الوهلة الأولى مع الحضور الأول يكون على أقل تقدير، إن لم يكن فني حضور نفسي كما حدث مع الاتفاق في مباراته الأخيرة مع المدرب الإسباني. هذا المدرب فاز في المباراة الأولى من أمام الرائد، اليوم مباراته الثانية، مباراة أيضا صعبة مع فريق منظم، فريق الوحدة، الفريق الذي يريد أيضا الخروج من هذا النفق وخروج من الحسابات مع سييرا. سييرا عندك تجربة رائعة مع الطائي، عندك أيضا في خروج من المأزق، وأنت عند المأزق عندك أيضا خروج مع الاتحاد، عندك اللي أكثر من 63 مباراة مع الاتحاد، أعداد كبيرة، إليكم إعادة لهذا الهدف اللي تدخل بحركة رائعة من علاء الحجي لاعب الوسط اللي جاء بشكل رائع وأكمل المهمة بالرأس بشكل رائع وسجل من خلالها الهدف الجميل الأول لنادي الوحدة. الوحدة يتقدم بهدف علاء الحجي في شوط المباراة الأول. يعني يحضر مثلا مدرب الباطن زيدرافكو سجل انتصار أول وفاز على الاتفاق، كازولا فاز على الرائد، كومانز أيضا مدرب أبها فاز على الطائي مع أول حضور. يحدث هذا مع أول حضور لأي مدرب في الدوري، على أقل تقدير إثبات الوجود بالنسبة للاعبين مع أول مباراة لهم مع هذا المدرب. أزدمير حضر الوحدة بهدوء وحضر بتكتيك وحضر بحضور ذهني جيد، على أقل تقدير الاتفاق حتى الآن لم يحضر ذهنيا في أرضية المباراة، لم يحضر ذهنيا كويسن، الكويكبي، السالم، يعني كل الأسماء غائبة في الحضور، لكن الوحدة اليوم بعد خاصة هدفه كان يعرف ماذا يريد من المباراة. عبد الله الخطيب يراوغ عبد الله،
حاول يمر إلى ركلة زاوية، إلى ركلة زاوية للاتفاق. هذا علي مكي، علي عبد القادر اللي هناك على الطرف الأيمن قادم من نادي جدة. ركلة زاوية ومعها حامد الغامدي. عدينا نص ساعة الآن، الاتفاق لم يحدث أي خطورة بعد النصف ساعة. ركلة زاوية للاتفاق وحامد الغامدي. لعبت تخلصت إلى خارج أرضية الملعب. المحمدي حتى الآن كان في إجازة وما زال في إجازة. حارس المرمى منير محمدي كان في إجازة لست جولات وما زال إلى هذه الجولة وهو في إجازة، حارس المرمى المغربي. محاولة للوحدة، عادت مرة ثانية، تخلصت من باخشوين طويلة إلى باولو فيكتور. يعني حتى باولو فيكتور ما وصلت للكرات، لكنها كفيلة بكرة واحدة وصلت إلى باولو فيكتور الحارس البرازيلي، وصلت إلى شباكه. حامد الغامدي بالخلف، تيسيران أيضا بالخطأ، السوادي في الانتظار. حاول فيها يودا، حاول يمر، حاول يمرر، لكن تقضي عليه. رودريغيز حاول يمر، عدت كرته بالخلف. بخاري في الاستلام، فجر يتقدم، عد بكرته للسوادي، تمريره لبخشوين، راح يغير الاتجاه. لا، رد مره ثانيه، لعب كره للسوادي، يستلم في تحرك رائع في وسط الملعب. شوف تغيير الاتجاه الآن، الحافظ على اليمين يلعب كرته، مكي مرة ثانية، الحافظ بالخلف يحافظ الوحدة على كرته. وهذا واضح من خلال المباراة، من نقلات الوحدة من حفاظة لأكبر. يعني لو نحط نسبة الاستحواذ، الوحدة عنده استلام كثير واستحواذ أكثر في وسط الملعب. شوف الانطلاقة على اليمين، حجي حاول يلعب الكرة لكن تغير الاتجاه ووصلت إلى عبد الإله بخاري. سوادي علاء مرة ثانية، السوادي على تمريرة رائعة الثالثة، راحت إلى رودريغيز على اليسار، حاول فيها الموجود في موقف تسلل جيرسون رودريغيز، هذا الحكم المساعد الثاني علي العلي. مع الخطوات اللي موجودة لجيرسون رودريغيز، الموسى في الاستلام، دوري روشن السعودي للمحترفين. لا زال الان يعني لم تنتهي الحسابات على اقل تقدير في المنافسين، وان كان الان اقترب النصر واقترب الاتحاد والشباب بعد ذلك ب40 نقطه، بعد ذلك التعاون ب34 نقطه. اتحدث عن الاربعه اللي موجودين الان في بداية سلم الترتيب. هذه كرة ملعوبة على اليسار، عبد الله الخطيب يحاول نقلات اتفاقية كلها في وسط الملعب لكنها بعيدة عن الصندوق، بعيدة عن منطقة الخطورة. يحاول أزدمير، عبد الله الخطيب، الخطيب يبحث عن لاعب، لعب الكرة في محاولة، شوف القرب لاعب فريق الوحدة حركتهم، هذه محاولة تسديدة لكنها بعيدة. سدد كوايسون لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذا السويدي كان منذ وجوده مع فريق الاتفاق الموسم الماضي كان عنده 7 أهداف، وهذا الموسم عنده 3 أهداف، ليس على المأمول بالنسبة للاتفاقيين. كازولا أيضا في التوجيه لا زال يوجه. وصلنا على 10 دقائق الأخيرة في شوط المباراة الأول. يلعب كرة على حجي، يغير الاتجاه، علي مكي على اليمين، يتقدم علي مكي، علي في الاستلام، رجع مرة ثانية، عبد الله الحافظ يلعب الكرة الطويلة لكريم يودا بنفس الطريقة بنفس الطريقة بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس المحاولة. أوه، السوادي أضاف
يلعب على نفس الكرة. شوف 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 سييرا يتحسر على الكرة، راح تفرق معاه كثير. شوف 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 يا سلام، شوف 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 عبد الله الخطيب وكأنه يرفع يده للحكم المساعد على وجود تسلل. ما انت اللي كاسر التسلل من امام كريم يودا بنفس الطريقة. المرة الاولى لعب الكرة وعلاء حجي سجل، المرة الثانية شوف 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 السوادي من على خط المرمى مع مضايقة المدافع. كان ممكن الوحدة يسجل هدف ثاني، كان ممكن الفرسان نقول له شوط أول مميز بالهدفين، لكنه أضاع فرصة لا تضيع من لاعبي يعني السوادي اللي كان مواجه المرمى على خط المرمى. كريم يودا بنفس المرة انطلق في المرة الأولى. السؤال الآن اللي يعني ممكن يطرحه كل الاتفاقيين، يعني معضلة لا زالت موجودة في الظهيرين لسنوات، يعني لا تلقى البديل أو الأساس اللي ممكن يأخذ كل المساحة دفاعا وهجوما. عبد الإله بخاري في الاستلام، يلعب الكرة العرضية بعيدة أقرب إلى باولو فيكتور. أكيد يعني غياب سعيد المولد اليوم اللي عنده صناعة هدفين في المباراة الماضية مؤثر، نعم هو مؤثر كلاعب أساسي وعنده الاستقرار على المستوى الفني. يرجع في وسط الملعب محنشي، سالم يبرر، الخطيب بالخلف، تشعر انه فاقد الهوية، الاتفاق في أرضية الملعب، يعني تشعر بأنه فاقد هويته في أرضية الملعب، في وصوله، في طريقة وصوله، وكأنه يعتمد فقط على العامل التكنيكي للاعب أو القدرة الفردية التي لم تظهر حتى الآن. محاولة عند حامد الغامدي على اليسار، محاولة حامد، مر من الأول، مضايقة، لا شوف مو هو تارك مساحات، عارف ماذا يعمل لاعب فريق الوحدة، كرة ملعوبة داخل ملعب الجزاء، عالي بالراس، هذه خطيرة. سنوسي هوساوي في كل مرة، سنوسي هوساوي يحدث الفارق، يسجل الاتفاق كما حدث في مباراة الرائد، حدث في مباراة أخرى أيضا سجل. شوف سنوسي هوساوي على اليمين لعب الكرة وعدت إلى خارج أرضية الملعب، هذه أخطر الكرات الاتفاقية. تخيلوا الدقيقة كم الآن، يعني أخطر الكرات الاتفاقية ونحن نقترب على 39 دقيقة، هذه كرة لعبت عرضية وأخطر الكرات الاتفاقية. 1-0 للوحدة حتى الآن. لعبت رودريغيز، حاول السوادي، لعبت السنوسي علاء حجي، الله بمهارة عالية علاء حجي، حاول السوادي إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية. شوف 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 إبراهيم محنشي يتحدث مع السوادي، يتدخل حكم المباراة شكري الحنفوش. شوط أول يتقدم فيه الفرسان الوحدة. الوحدة يحتاج إلى السنة القادمة وأنه يعمل العمل الكبير. هذا النادي العريق، النادي الذي أنجب لنا النجوم الكبار، الذي يعتبر واحد من المؤسسي في الكرة السعودية، نادي الوحدة. إذا تضافرت الجهود المادية والإمكانيات أعتقد أن هذا النادي يستحق، اللي وصل أيضا لسنوات إلى المركز الثالث في الدوري، وصل إلى المركز الرابع في الدوري، وصل إلى نهائي كأس بطولة ولي العهد، شارك على المستوى العربي، يعني كان عنده مشاركات جيدة، ولاعبيه الكبار اللي ما ينسون على الإطلاق، من أسامة غزاوي لناصر الشمراني، العديد من الأسماء، اللي عبد الله الخقير والجنرال أيضا الذي لا ينسى على الإطلاق، يعني أسماء كبيرة جدا في نادي الوحدة، مدرسة إبداع كانت على مر السنين. نظبت هذه المرة، هذه المحاولة، المرور، لكنها وصلت سهلة. حاتم خيامي واحد من الأسماء، الجنرال الكبير، القائد الرائع جدا مع فريق الوحدة لسنوات، يعني من ينسى تلك الأسماء الكبيرة مع نادي الوحدة. الخطيب على الجهة اليسرى، مرر الكرة في العمق،
محاولة عرضية جميلة جدا، جميلة العرضية، لكن حارس المرمى منير محمد المغربي يتدخل. جميلة من الكويكبي، هذا واحد من الأسماء اللي تعمل الفرق متى ما كان في حالتها الطبيعية. محمد الكويكبي متى ما كان في وضعه الطبيعي فإنه يحدث الفرق. الآن السؤال، الآن الاتفاق، الآن لم يعطي الإضافة ولا الشكل، وهو يلعب أمام جماهيره وعلى أرضه. الوحدة من مباراة الهلال وضح عنده حتى المباراة الأخيرة، يعني الوحدة ما كان يخسر في الثلاث المباريات الأخيرة، كان يقدم نتائج إيجابية ما بين التعادل والانتصار. ومعنى ذلك أن لويس سييرا وضع الأسماء، لعب على القدرات اللي موجودة والإمكانيات الموجودة، عمل كبير واضح هناك من خلال اللمسات، من خلال التمريرات اللي يأخذها فريق الوحدة في 43 دقيقة. سوادي بالنص، مرر رودريغيز، الله مر بمهارة، حاول يمر كوايسون، محنشي مر لكن طويلة بعيدة، وين بعيدة عن محنشي، طويلة عند الكويكبي، عدت إلى خارج أرضية الملعب. الوحدة الأخطر، الوحدة الأميز وصولا إلى الشباك أولا، وفي الكرة الأخيرة التي ضاعت من أمام لاعب فريق الوحدة السوادي. هذا الإسباني اليوم أنت في مهمة، والمهمة الأولى فقط أن تبقي الاتفاق، أن يبقى الاتفاق مع الكبار لموسم آخر. هذه هي المهمة التي على هذا الإسباني. رودريغيز، عبد الإله بخاري، عاد بكرته بالخلف، حاول يمر، تقطيع عليه، محاولة، ما من خطأ، خطأ خطأ خطأ، الله الله، شوف استغل كوايسون خطأ اللاعب وليد باخشوين، شوف من أمامه، لكن برافو، ذكاء رائع جدا من كوايسون، ولكن أيضا أخذ الخطوات بخبرة المحمدي وخلص كورة كانت صعبة على مرمى فريق الوحدة. من الأخطاء الفردية ممكن يستفيد منها فريق الاتفاق. رودريغيز من الطرف الأيمن، الخطورة عند فريق الوحدة. كريم يودا عندما يروح على الجهة اليمنى يحدث الفرق تماما. هذه كرة طويلة مرة ثانية للاتفاق، تعبر شوية عن الحالة اللي موجودة في تمريرات للكرة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. شوط في النسيان بالنسبة للاتفاقيين والجماهير. هذه اللحظة حتى هذه الدقيقة وصولا إلى لويس سييرا اللي عنده أيضا من الأسماء البديلة، يعني أسماء بديلة في فريق الوحدة ستضيف أيضا لأسماء اللي موجودة على أرضية الملعب. فيصل فجر، رودريغيز، بخشوين، فيصل مرة ثانية، دوارتي، رودريغيز بالخلف، علاء حجي في وسط الملعب، علاء يتقدم، كريم يودا، شوف يغير الاتجاه، يلعبون على الأطراف بشكل رائع. دقيقتين وقت بدل ضائع في شوط المباراة الأول، استلم، يمرر دون أيضا ضغط من فريق الاتفاق، يعني الاتفاق لا يلعب بطريقة الضغط على اللاعبين. والوحدة يريد أن يذهب إلى لويس سييرا، إلى مدربه، وهو متقدم بهذه النتيجة، أمر جيد. حسين العيسى من الأسماء، عبد الكريم القحطاني، عبد القدوس عطية حارس المرمى اللي كان لفترة طويلة وفي حراسة مرمى فريق الوحدة، إسلام هوساوي الظهير أيضا من الأسماء اللي موجودة. خلينا نتابع الكرة الوحداوية والتغطية الدفاعية، هل يكسب منها ركلة زاوية؟ لا، تابعها. فيصل بخاري مرة ثانية، فيصل إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. أحمد فلاتة، يحيى نجعي، هزاع الغامدي، هذه الأسماء الموجودة البديلة في صفوف نادي الوحدة. الاتفاق هل لديه نياكاتي؟ هو أبرز الأسماء أعتقد يحتاجها في مباراة اليوم، لأنه الفاعلية الهجومية في فريق الاتفاق
لم تكن حاضرة في شوط المباراة الأول. طلع وشير، داركو المدافع، عبد الرحمن العبيد الظهير، الغامدي أحمد لاعب خط الوسط ممكن يكون هو بديل أيضا في شوط المباراة الماضي، فيصل الغامدي، ريان بلوشي، وعلي هزازي لاعب خط الوسط، وإنياكاتي أعتقد هو الأقرب من الأسماء لدى المدرب الإسباني أنطونيو كازولا. خطأ لمصلحة فريق الاتفاق على آخر دقيقة في شوط المباراة الأول، لا يذكر فيها شيء سوى الهدف والكرات القليلة جدا التي وصلت إلى الحارسين المحمدي وباولو فيكتور. بحنشي، حامد يمرر، ومع هذه الكرة أطلق حكم المباراة شكري الحنفوش نهاية شوط المباراة الأول بتقدم الوحدة بهدف مقابل لا شيء. علاء حجي من سجل هدف الوحيد في شوط المباراة الأول، لا شيء للاتفاق. الحديث في غرف الملابس للمدربين والحديث على طاولة زميلي محمد خاتم بعد الفاصل، إلى اللقاء. الزميل محمد خاتم في الاستوديو التحليلي، شكرا لضيوفك الكرام. سريعا الى المباراه، حيث ان المدرب كازولا سيبدا بالتغييرات مشاهدينا الكرام مباشره، لا صبر عنده، يمل الانتظار بعد ان تاخر في شوط المباراه الاول بهدف علاء حجي للوحده. يدخل يوسف انياكاتي، عبد الله السالم كما هو متوقع غادر ارضيه الملعب، فيصل الغامدي هو اللاعب الأخير اللي أمامك، فيصل الغامدي نزل إلى أرضية الملعب، ومحنشي إبراهيم محنشي غادر أرضية الملعب. إذن تبديلين يبدأ بهما المدرب الإسباني كازولا. وشوط المباراة الأول لم نستمتع فيه كثيرا على المستوى الفني ولا على مستوى الإثارة في شوط المباراة الأول. الوحدة بدأ بالتسجيل عبر اللاعبة على حجي، الوحدة الاتفاق الآن بعد التبديلين راح نشاهد التغييرات اللي ممكن تصير عليه في شوط المباراة الثاني. لا تغيير على صفوف الوحدة على الأسماء الذي نزل فيها لويس سييرا في شوط المباراة الأول. هذا انياكاتي على أول كورة واللعبة وعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. أول ركلة زاوية في المباراة لشوط المباراة الثاني للاتفاق الذي يبدأ سريعا مع محمد الكويت بتنفيذ ركلة الزاوية. الاتفاق الآن يبحث عن يعني عودة سريعة في المباراة. الوحدة سيحافظ على مرمى في من ثلاث دقائق من لعبة بالراس، لكن بعيدة، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، هذا سعد الموسى المدافع، هذا نياكاتي اللاعب الفرنسي، اللاعب الذي لعب للوحدة وسجل 25 هدف مع الوحدة، وقليل من الأهداف، يعني 4 أهداف فقط لنياكاتي مع فريق الاتفاق، هدف الموسم الماضي و3 أهداف هذا الموسم، يعني عدد قليل، يعني حتى الوحدة على فكرة لا يملك الهداف الصريح، يعني للأمانة، يعني هذا الموسم فريق الذي كان عنده العديد من الأهداف، يعني فيصل فجر عنده هدفين، يعني هو هداف الوحدة، أنسلمو عنده هدفين، رودريغز عنده هدفين، في الوحدة ما في هداف، يعني 12 لاعب من لاعبي الوحدة سجلوا الأهداف في الوحدة اللي 17 هدف مع هدف اليوم، 12 لاعب سجلوا الأهداف. لويس سييرا التشيلي، رحلة الاتحاد ورحلة في الإمارات ورحلة مع الطائي كانت أيضا من أجل البقاء مع الطائي، وهذا الموسم مع الوحدة. مع الوحدة بديلا للبوسني أكروبوفيتش،
أزديمير الكويكبي في الاستلام، راوغ الكويكبي، تقدم الكويكبي من أمام لاعبين، تغطية عليه دفاعية، عادت مرة ثانية المحاولة عند السنوسي على الطرف الأيمن، حاول فيها سنوسي هوساوي، عاد بكرته بالخلف، العرضية لمين؟ داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. هذا هو المدافع علي بكي، لاعب فريق الوحدة. كنا نتوقع بعد نشوة الفوز الاتفاقي وبعد المستوى الذي قدمه الوحدة أن يقدم الفريقان كرة رائعة، كرة جميلة، كرة يعني أعتقد أنه خلاص نحن نعيش في الفصل الأخير المهم من دوري روشن السعودي للمحترفين. آخر نتيجة وصلتنا من ملعب الباطن، الباطن يتقدم على فريق الخليج اللي عنده 16 نقطة، الخليج الباطن اللي عنده 6 نقاط يريد الوصول إلى النقطة التاسعة. لما أقول لكم قبل شوية أن من لا يعرف الباطن، من لا يعرف السماوي، تماما عليه أن يعيد كل حساباته. إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شايفين دوري روشن السعودي هذا الموسم بإثارته، بقوته، بالمتنافسين على بطولة الدوري. اليوم اللي عندنا 46 نقطة على صدارة نصراوية، وبعده اليوم عندنا 44 نقطة للاتحاد اللي راح يلعبون المباراة. أعتقد أنها فك شفرة الدوري تحديدا قد تبدأ من هذه المباراة، 40 نقطة للليث الشبابي، بعد ذلك 34 نقطة للسكري القصيم نادي التعاون. عندنا عالتعال في الترتيب اللي كان موجود، مرحلة الخطر من الباطن إلى الخليج إلى العدالة، وصولا إلى صاحب العشرين الذي يلعب من أمامنا، الفرسان الحمر كما أطلق عليهم. حاول فيها كويسن في الاستلام، أزديمير في وسط الملعب، والله يا فيليب كيش كان عامل عمايل مع الاتفاق. فيليب كيش السلوفيني اللاعب اللي غادر الاتفاق كان يعني نحتاجه دفاع، حتحصله دفاع، نحتاجه وسط هداف من الكرات الثابتة، حتحصل فيليب كيش. كرة عالية، الجماهير بدأت تؤازر، بدأت تخرج أصواتها، بدأت تناشد الاتفاق، من هم موجود على المدرجات يناشد هذه المرة. أزديمير التركي مرة ثانية، لو استشعر الاتفاقيون فقط الأسماء، لو استشعر أو أعاد أو كتب الأسماء على الملعب، لو كتب خليل الزياني وكتب صالح خليفة وعيسى خليفة وعمر باخشوين ومروان الشيحة، ولو يعني كتب هذه الأسماء الكبيرة وحمد الدبيخي وسمير هلال والقائمة تطول وفيصل البدين، الأسماء تطول والهداف جمال محمد الكبير، أعتقد لو وضعوا هذه الأسماء لاستشعروا قيمة هذا الفريق الكبير. إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية، المرة الثانية الذي يحصل عليها الاتفاق في ركلة الزاوية، الوصول والحصول على هدف التعادل. المدافعين عند إدوارتي وعند عبدالله الحافظ عندهم الطول الفارع اللي موجود ما شاء الله تبارك الله. الآن يوسف رياكاتي، تجربة كانت رائعة مع الوحدة والمحمدي هو الأطول، وصول إلى الكرة منير محمدي، لن ينسى هذا الحارس علي الحبسي الحارس الكبير، كان يقول أنه من لفت نظري أن يأتي حارس بديل في كأس العالم ويقدم هذا العطاء في مباراة بلجيكا 2-0، أشاد علي الحبسي الحارس العماني الكبير بقدرة وإمكانيات منير محمدي الحارس الوحداوي. محاولة على الطرف الأيمن، محاولة إلى ركلة زاوية ثالثة، وبعد قليل من يستثمر الركلات الزاوية كما هو حال الاتحاد بثمان مرات من الأهداف اللي سجلها من ركلات الزاوية، قليل من الفرق من يكون ركلات الزاوية عندها بتلك القيمة وبتلك الخطورة التي تحصل عليها. ركلة الزاوية الثالثة الآن في أقل من 5 دقائق لفريق الاتفاق. مرة ثانية لكويكبي يلعب ركلة الزاوية، لعبت بالرأس ولكن عدت إلى خارج أرضية هذا سعد الموسى، شقيقة ياسر الموسى، لاعب في الفئة في الفريق الأولمبي الاتفاقي، وهو أيضا مدافع التوأم الآخر لسعد الموسى. لا، ارتقى سعد الموسى، مستقبل
لكن لما نقول عليه مستقبل يحتاج بعض العوامل اللي موجودة، مدرب يصقل هذه الموهبة، يرى إمكانياتها، يرى إبداعها، أيضا الانضباط بالنسبة للاعب والقدرة العقلية والعضلية بالنسبة للاعب، هذا أمر آخر، وتوفيق الله عز وجل فوق كل ذلك. منير المحمدي، الخطيب بالرأس، حاول يمر وصافرة شكر الحنفوش سبقت. هذا نياكاتي، يودا، كريم يودا، عبد الكريم لعب الكرة، غير الاتجاه، سلطان السوادي استلم، سلطان السوادي غير الاتجاه، رودريغز، لكن عبد الله الخطيب يبدأ الآن بكرة اتفاقية. الخطيب حاول فيها، نياكاتي يلعب الكرة، محفيص الفجر، السوادي في الاستلام، السوادي، السوادي يحاول يلعب كرة لكن طالت من كريم يودا. رودريغز سيطر على كورته، رودريغز غير الاتجاه كليا في مكان سليم، يلعب الآن العرضية، يلعب الكرة داخل ملعب الجزاء، والتغطية الدفاعية، راية وتسلل، راية وتسلل. شوف رودريغز اللاعب لوكسمبورغ يقول حققت أمنيتي بأن ألعب في دوري واحد مع كريستيانو رونالدو، بالرغم من أنني واجهته 3 مرات في البطولات الأوروبية، وسجلت في المباراة التي لعبت أمام البرتغال من أمام رونالدو، وسجل رونالدو أمامي، لكن اليوم أن ألعب دوري كامل بوجوده وبوجود كريستيانو رونالدو، لقد حققت أمنيتي. هذا ما يقوله لاعب لوكسمبورغي رودريغز المهاجم. عاد بالخلف إلى حارس المرمى باولو فيكتور، لعب الكرة الطويلة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس للاتفاق، الاتفاق عمل مع فيصل الغامدي لعب خط الوسط، وبعد ذلك نياكاتي اللاعب الاخر. شوف 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 شوف، هذا هو اللاعب اللي كنا، رودريغز، هذا رودريغز، رودريغز استلم وسط ضغط، رودريغز حاول يراوغ، يحاول يمر، التغطية عليه وخطأ على رودريغز امام سعد الموسى المدافع. هذا الخطأ على رودريغز، الاتفاق فوز في المباراة الماضية لكنه لمدة 35 مباراة لم يستطع الاتفاق من الفوز في مباريتين متتاليتين. الوحدة تعادل في المباراة الأخيرة، يأمل أن يعود إلى نغمة الانتصارات، وهو المتقدم في مباراة اليوم، وهو الذي يعرف أن 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 العشرين نقطة غير كافية على الإطلاق في دوري روشن. سنوسي هوساوي مع تنفيذ رمية التماس، سنوسي هوساوي على طريقة سعيد المولد، لعبة روبن، فيصل، تسديدة لكنها ضعيفة بعيدة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. هذا أزدمير فيتينيو اللاعب البرازيلي، لاعب فلامينغو البرازيلي. حامد الغامدي يغادر، التغيير الثالث لكازولا. فيتينيو أيضا بالحالة الهجومية، بالحالة الهجومية الآن. شوف شوف التمريرة، تقدم كريم ميودا، لعب الكورة، استلام من فيصل، فيتينيو مع أول كورة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. لويس سييرا، تجربة جديدة بالنسبة للمدرب مع هذه الفرق بعد أن عاش يعني عصر جيد مع الاتحاد، حقق أيضا بطولتين مع الاتحاد. سعد الموسى، أزدمير، تمريرة من لمسة يحاول فيها سنوسي، تدخل، أغطية وصافرة شكري حنفوش، بطاقة صفراء
بطاقة صفراء في التدخل الأخير. الكويكبي، وعندما نتذكر أيضا لاعب الوحدة السابق علاء الكويكبي، واحد أيضا من اللاعبين المميزين اليوم، محمد الكويكبي لاعب الاتفاق. البطاقة الصفراء عبد الإله بخاري، البطاقة الصفراء الظهير الأيسر. شوف شوف هذا التدخل مع الكويكبي المرة الأولى، وهذا التدخل المرة الثانية. نعم نعم نعم، هذا التدخل الأول في خطأ، نعم، والتدخل الآخر في خطأ. منير محمدي يعطي التوجيهات بعد العودة وبعد الغياب 6 أسابيع، هذا الحارس المغربي. أزدمير الكويكبي والكرة الثابتة، أزدمير يطلب التقدم من اللاعبين، لعبها الكويكبي لكنها ضعيفة. بعد هالسالفة الطويلة بين اللاعبين والمشاورات لعبت بهذه الطريقة، لعبت إلى خارج أرضية الملعب. في مثل هذه الفصول تحديدا، الفصول المهمة، تقرؤون مثلا كتاب الفصول المهمة، الفصول المهمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، المهم كيف تفوز في المباراة، ليس ما تمتع جماهيرك أو تقنع جماهيرك، المهم ما تحتاجه، هو ما تحتاجه هو الفوز ثم الفوز ثم الفوز من أجل ضمان البقاء مع الكبار لموسم آخر، لأن متغيرات الدوري كثيرة، ومن عاش الدوري السعودي لسنوات طويلة يعلم بأن المتغيرات خاصة في الفصول الأخيرة تكون كبيرة جدا. الكويكبي لمسة رائعة جدا، سنوسي أو سيتقدم على الطرف الأيمن، يلعب العرضية، أخطر الكرات الاتفاقية الشوط الثاني، أخطر كرات الكوماندز بعد كورة بلمسة من الكويكبي. هذا اللي ما أقول، الكويكبي لما يتحرك بإيجابية يعطي الإيجابية الكاملة للاتفاق. كورة واحدة ضرب على المدافعين، راح سنوسي هوساوي لعب الكورة، إنياكاتي لعب الكرة بلمسة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، أو كان في حالة تسلل في اللقطة الأخيرة. نعم، حالة تسلل في اللقطة الأخيرة بالرغم من خطورة الكرة الاتفاقية. كريم عبد الكريم يودا رودريغيز، الخطيب يتدخل من أمير من أمام فجر، من أمام فيصل، فيصل فجر في الاستلام، الله الله على مهارة فيصل فجر المغربي بمهارة عالية جدا، مر من الأول عبد الكريم يودا، حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب، يأمر باستمرار اللعب. فوز الاتفاق اليوم كان يعمل له 25 نقطة، فوز الوحدة، فوز اليوم راح يخرجه حتى بالبعد عن القابعين في آخر الترتيب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، إلى رمية. هذا فيصل الغامدي، وفيتينيو الأسماء البديلة، ثلاثة من الأسماء البديلة، إنياكاتي، فيصل الغامدي، وفيتينيو، ثلاثة من اللاعبين. لكن شوف لويس سييرا حافظ على أسماءه، على استقراره، يعمل أي يعلم أن العمل المبذول في أرضية الملعب أو التكتيك الذي يريده المدرب هو عامل جيد. شوف 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 الكرة، شوف الهجمة الآن المرتدة، تيسيران يتدخل إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. هذا مارسيل تيسيران، وهذا الإسباني أنطونيو كازولا ابن مدينة قرناطة، غرناطة، 57 سنة، مساعد كان في مايوركا، مساعد في أتلتيكو باليرياس والشعلة والفتح والعين السعودي والرائد والاتفاق، كان أيضا
مساعدة وكان أيضا في الفريق الرديف للاتفاق. كويسن حاول تدخل من الحافظ بالنص الملعب على حاول والخطأ لمصلحة فريق الوحدة. هذا فيصل فجر 34 سنة لهذا اللاعب، لكن ما شاء الله تبارك الله على عطاء الكبير. علاء حجي صاحب الهدف الوحيد، عبد الكريم يودا، عبد الكريم مرر، فيصل فجر على اليسار يمرر فريق الوحدة، يهدئ فريق الوحدة. شوف كم من الكرات اللي أخذها فريق الوحدة ما بين أقدامه من شوط المباراة الأول. هذا عمل مدرب، تنفيذ لاعبين على أرضية الملعب. علاء حجي يحافظ، المهم أنه يحافظ على كرته، لكن تخلصت من أمامه، يحاول فيها. فيتينيو حاول يلعب الكرة، يوسف نياكاتي على اليسار، يلعب يوسف نياكاتي والتغطية الدفاعية إلى خارج أرضية الملعب. كم من الركلات الزاوية. تدخل الآن أوسكار دوارتي وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. فيتينيو لعب ركلة الزاوية، تخلصت من منير المحمدي، أبعد الكرة بقبضة اليد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. رمية الاتفاق، اللعبة تحولت بالرأس وإلى ركلة زاوية خامسة. كم من ركلات زاوية حضرت في مباراة اليوم للاتفاق، خاصة في الشوط الثاني. إحنا الآن على بعد ساعة وثلاث دقائق من المباراة، شوط المباراة الثاني. حتى الآن وجود الاتفاق على أقل تقدير، شاهدنا منير المحمدي في أكثر من لقطة، شاهدنا ما كان يرتديه منير المحمدي على أقل تقدير. كرة ملعوبة للأمام، تحولت بالرأس، ما زالت خطيرة. سعد الموسى وحكم المباراة، ركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها شكري الحنفوش للاتفاق. ركلة جزاء للاتفاق يحتسبها بعد 64 دقيقة وبعد ركلات الزاوية الكثيرة. الأكاديمية الصغار التي تحضر في الملعب، مستقبل الجيل القادم في المنطقة الشرقية يحضر في المدرجات. شوف هذه الكورة، حكم المباراة احتسب لمسة اليد، نتابعها من هذه الزاوية. لمسة اليد على فيصل فجر، اعتبر أنه تحرك أو حرك اليد باتجاه الكرة بقرار شكري الحنفوش. ترك الخضير الموجود، أها، رئيس نادي الوحدة يتحدث لويس سييرا. كانت كل الأمور يا سييرا تسير بالاتجاه الوحداوي. ركلة الجزاء، الكرة الثابتة، فيصل فجر. لازال شكري الحنفوش في الحديث مع تركي الخضير الحكم الدولي الآخر في تقنية الفي آر. سعد الموسى المدافع، هذا كازولا الإسباني. يبدأ تحليل اللاعبين، تبرير اللاعبين في أرضية الملعب. كل هذا لا قيمة له. القيمة الأساسية عند حكم المباراة وعند تقنية الفي آر، عدد من اللاعبين عند حكم المباراة. كل هذا لن يغير شيء على الإطلاق، لن يغير، بل أنه قد يستنزف كثير من تركيز اللاعب. حكم المباراة راح يذهب بنفسه إلى تقنية الفي آر لأول حالة مع الدقيقة 66. يروح الآن شكري الحنفوش يتأكد، بعد أن قال له تركي الخضير روح أنت بنفسك قرر، بعد العودة إلى لمسة اليد الموجودة. هو بذاته هو أعطى بدون الرجوع إلى تقنية الفي آر هذه الكورة. لكن هل هناك حالة قبل كل شيء؟ شوف هل الحالة مركبة بوجود خطأ مثلا قبل حالة لمسة اليد؟ القرار عند شكري الحنفوش. شكري الحنفوش ياخذ الزاوية الأولى، يطلب الزاوية الثانية، يطلب الزاوية تكون المفتوحة
بالنسبة للحكم والرؤية اللي تكون عنده واضحة حتى يعطي القرار السليم. حكم المباراة شكري الحنفوش، لا زال هذه الكرة، هذه الزاوية هي الأوضح، هذه الزاوية ممكن تكون أوضح بالنسبة لحكم المباراة وبالنسبة للناس المتابعة في الدوري السعودي. لمسة اليد موجودة لكن يبقى قرار حكم المباراة. القرار وين يا شكري الحنفوش؟ هل استمرار اللعب؟ هل لمسة اليد؟ أخذ الوقت شكري الحنفوش وكل هذا الوقت يكون محسوب. خلاص انت لو تشوف اللاعبين واقفين على الخط، يعني كل الفريقين موجودين على 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 الخط. ينتظرون قرار حكم المباراة. تأخر الوقت يا شكري الحنفوش، أخذنا وقت طويل جدا في 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 هذه الحالة. أعيدت اللقطة، لأنه طبيعي لازم يعطي فيها قرار لأن راح يكون القرار حاسم. شكري الحنفوش، الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، رجع شكري الحنفوش، رجع شكري الحنفوش، وماذا يقول؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للاتفاق. أفرح الجمهور الاتفاقي قبل أن تسجل، قبل أن تسجل. وهنا الاعتراضات على الكرة مع لمسة اليد على فيصل فجر، على المغربي، على المغربي فيصل فجر. لمسة اليد وركلة الجزاء، ركلة الجزاء احتسبها حكم المباراة. وبعد العودة مرة أخرى إلى تقنية الفي آر أقر شكري الحنفوش. إذا كوايسون السويدي صاحب الثلاثة أهداف، هل يعادل النتيجة للاتفاق؟ ركلة الجزاء للاتفاق، ركلة جزاء للاتفاق. كوايسون أمام منير المحمدي في أول حضور بعد غياب، هل يكون عند التصدي أو كوايسون تكون الهدف التعادل؟ نعم، هدف التعادل للاتفاق، هدف التعادل للاتفاق للسويدي كوايسون، هدف التعادل. وتعود الفرحة التي غابت للاتفاقيين في هذا اللقاء. 1-1، 1-1، الصغار والكبار يا لعشق هذا الاتفاق الذي أزعلهم كثيرا. هذا الاتفاق يعود مرة أخرى ويعادل النتيجة من نقطة الجزاء. يا لفرحة الصغار ولهذا المدرج الاتفاقي الذي تعود إليه السعادة من نقطة الجزاء. كوايسون وضعها بشكل رائع، راح معها منير المحمدي لكن قوة الكرة معها كان كوايسون وسجل هدف التعادل. 1-1. الآن المباراة نقول أن تبدأ بإثارتها من جديد، نقول بأنه خلاص لويس سييرا الآن يغير من قناعاته قليلا بعد أن حافظ كثيرا على الكرة، لكن ركلات الزاوية الاتفاقية المتكررة وبعد الخامسة من ركلات الزاوية وصل إلى نقطة الجزاء وسجل. شوف الآن يوسف نيكاتي تقدم ولكن طالت كورته إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. يوسف نيكاتي مسجل 3 أهداف بقميص الوحدة في شباك الاتفاق، واليوم يبحث عن هدفه الرابع الآن للاتفاق والهدف الأول في مرمى فريقها السابق الوحدة. واحد أيضا من سجل الأرقام أيضا عندنا رحمة الله على يوسف السالم رحمة واسعة يا رب العالمين، واحد من كان له حضور في مباراة الفريقين. هذه المحاولة لاستلام فيتينيو ولكن عدت وخطأ على فيتينيو، خطأ على فيتينيو من أمام عبد الإله بخاري. 1-1 المباراة الآن، شوط المباراة الثاني بعد 71 دقيقة لعب. واحد واحد المباراة. اللعبة سعد الموسى حارس المرمى أبعد الكرة طويلة، عادت سعد الموسى بالرأس، فيصل الغامدي
فيتينيو يلعب الكرة على الطرف الأيسر، حاول فيها لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ربية تماس. أعتقد أنه هدف في 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 مباراة اليوم سيكون قيمته كبيرة جدا لأحد الفريقين، قيمته كبيرة جدا للاتفاق أنه يسجل رقم زمان لم يسجل وهو الانتصار، والوحدة يريد أيضا أن يسجل انتصاراته السابقة وتعادله الكبير الأخير أيضا بجهد كبير وبعمل في أرضية الملعب مع لويس سييرا. الخطيب المحمدي طالع وبتوقيت سليم. السوادي على اليسار، سلطان السوادي في الاستلام، يرجع مرة ثانية بالخلف، عبد الإله بخاري عاد إلى منير المحمدي. منير المحمدي لعب الكرة الطويلة، حاول فيها أزدمير كوايسون، محاولة فيتينيو على اليسار. شوف نزول فيتينيو، نزول يوسف نياكاتي أضاف شكل كبير للحالة الهجومية. طيب السؤال، لماذا لم يبدأ المدرب كازولا في بداية المباراة بهذه الأسماء بهذه القيمة؟ قد يكون هناك قناعات بالنسبة للمدربين على نزول، لأن يوسف نياكاتي قوة هجومية، فيتينيو أيضا قوة هجومية، لكن تبقى حسابات المدربين مختلفة عما يراه الإعلامي، يراه المعلق، يراه الكاتب، يراه المحلل. تيسيران من أمام رودريغز لعبت، ووليد باخش وين، وخطأ لمصلحة أزدمير. شوف الإحصائي داود الموسى كان عنده إحصائيات في لقاءات الفريقين، كان يذكرها في 73 مواجهة تاريخية جمعت الفريقين في 36 انتصار اتفاقي، 18 وحدة و19 تعادل. من الهدافين خلنا نذكر الأسماء الكبيرة في الفريقين، سعدون حمود 10 أهداف، عبيد الدوسري 10 أهداف، جمال محمد عنده 9 أهداف، حمد الدبيخي كان عنده 6 أهداف، عديد من النجوم اللي كان عندهم الحضور الكبير جدا في مواجهة الفريقين على مر التاريخ. الحديث عن المباريات الكبيرة اللي كانت تجمع في الزمن الجميل الفريقين في الأسماء الكبيرة الرائعة، واحد منهم عبيد الدوسري الذي لا ينسى على الإطلاق، هداف كبير ونجم كبير مع الوحدة مع المنتخب السعودي. حديثنا في الماضي. محاولة يوسف نياكاتي في الاستلام، يوسف يحاول سيطر على كورته، عاد مرة ثانية يوسف نياكاتي يحاول يراوغ، مر يوسف نياكاتي داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة يحتسب خطأ وبطاقة صفراء على عبد الله الحافظ. والله كثرة الأخطاء الوحداوية، قل التركيز الوحداوي، والبدأ الهجوم الاتفاقي من أفقد الوحداويون تركيزهم. شوف لأنه الفاعلية الهجومية كانت غايبة الآن حاضرة، ومن حظ عبد الله الحافظ أنه أيضا ما أخذ الخطوات. شوف 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 شوف, شوف, شوف. عبد الله الحافظ أمام يوسف نياكاتي ما له إلا هذا الطريقة، ولا كان ممكن يروح أيضا بكرة ويسجل منها خطورة، وبطاقة صفراء مستحقة على عبد الله الحافظ. أصبح الاتفاق أفضل، أصبحت خطورة الكوماندوز أفضل الآن في العودة إلى المباراة. فيتينيو فيتينيو يلعب الكرة، تخلصت من رودريغيز، المتراجع فيصل الغامدي، الخطيب رجع بكورته، باولو فيكتور لعب الكرة. شوف عدد الحضور اليوم في المباراة 1270، عدد لا يليق أبدا بفريق كفريق الاتفاق. لويس سييرا عصرت الانتصارات والظروف الصعبة وتعرف كيف تتعامل معها أيضا، هذا مدرب تشيلي. إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب
عبد الإله بخاري. الوحدة متى سيبدأ التغييرات بالنسبة للويس سييرا؟ محتفظ بالأسماء لكن عديد من البدلاء خلف المرمى، إجراء عملية الإحمال اللاعبين. معنى ذلك أن لويس سييرا لديه مثل حسين العيسى، واحد من 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 الأسماء، هزاع الغامدي اللاعب الشاب. كوايسون، انطلق كوايسون، تقدم كوايسون، راح بالمهارة، تقدم السويدي، حاول يلعب لنياكايتي مرة ثانية، رجع بكورته، حافظ، راوغ أكثر من اللازم، وخطأ على كوايسون. خطأ على كوايسون، كان نياكايتي يطلب الكرة لكن عدت. وخطأ على كوايسون، هذا شكري الحنفوش. وهذا الخطأ مع علي مكي في المدافع الظهير الأيمن لفريق الوحدة. يودا في الاستلام، سعد الموسى إلى حارس المرمى، باولو فيكتور، لعب الكرة للأمام، كوايسون حاول وخطأ. خطأ على علي مكي. دقائق مهمة لا شك، دقائق يصعب من خلالها التعويض، صعب. لكن الدوري السعودي في الله على مهارة الكويكبي، مر الكويكبي، تحرك الكويكبي، مر، والتغطية الدفاعية بشكل رائع. دوري السعودي انت شاهدته في الجولة الماضية، دوري روشن السعودي، المتابعين لنا في الوطن العربي شاهدنا إثارة الدقائق الأخيرة، الثواني الأخيرة في مباراة الوحدة، في مباراة الهلال والوحدة، الباطن والنصر، شاهدنا العديد من المباريات. في تينيو لعب الكورة، هيها تسديدة والتغطية الدفاعية، حاول يهيئ لكن اصطدت في المدافع، عادت، يضغط الاتفاق، أفضل في الشوط الثاني، أفضل بكثير، أفضل بكثير، لكن هذه بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. تركيز الاتفاق بعد التبديلات، فيصل الغامدي لعب الكورة ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. شوف رودريغيز يطلب الكورة، آخر 10 دقائق في عمر المباراة. علي بكي بالرأس، أزدمير لعب الكرة والتغطية الدفاعية عادت مرة ثانية. محمد الكويكبي يلعب الكرة، يحاول فيتينيو، يحاول يمرر، يحاول يمر، مر، لعب الكرة والتغطية الدفاعية، حلول فردية لكنها ما هي ناجحة. الآن بدأ فريق الوحدة حتى العامل اللياقي، شوف برافو عبد الله الخطيب، حاول يمر، مر من الأول، احتفظ بكورته، حاول يعدي، عدى، لكن عدت كرة الخط إلى خارج أرضية الملعب. حلول فردية لكنها لم تخدم الفريق كثير. عبد الله الخطيب عدت كرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية التماس. إلى خارج أرضية الملعب. بدأت الأسماء للويس سييرا. هذا رودريغيز كان يطالب برمية التماس. حاول يمر، عدت كورته بالخلف من نص الملعب، لمسة والثانية، فيتينيو، فيتينيو يتقدم أمام لاعب، أمام لاعبين، خطيرة للاتفاق، ويطلع حارس المرمى المحمدي. نياكاتي كان في انفراد، كان في انفراد صريح، لكن المحمدي يتألق، منير محمدي الحارس الخبير يظهر في هذا التوقيت الذي يحتاجه هذا الفريق، يظهر بنفس التوقيت المناسب لمنير محمدي. هذه كرة عرضية عدت من بخاري، حصلها الكويكبي، نعم حصلها الكويكبي، محمد الكويكبي يلعب الكرة، لكن بخاري ضعيفة كانت كرة الكويكبي، عبد الإله بخاري يلعب الكرة. يعني لم نشاهد الوحدة بالأمانة في شوط المباراة الثاني، لم نشاهد كما شاهدنا على أقل تقدير في استلامة وتمريرة للكرات، فقد حتى هذه الميزة في الشوط الثاني. باولو الخطيب،
فيصل الغامدي، الخطيب مرة ثانية، فيصل الغامدي، أزدمير غير الاتجاه بشكل رائع للكويكبي، استلم الكويكبي، شوف صيحات الجمهور للكويكبي انه يلعب الكرة بسرعة، يتحرك سنوسي، راح اخذ مساحة، لعب كرة في العمق، محاولة المرور، عاد مرة ثانية كوايسن، أزدمير بعد ما تراجع لاعبه فريق صعب جدا العمق، الان محاولة خذوها توصلت الى حارس المرمى، شوف المحمدي زعلان على المدافعين، عدد كثافة موجود، الله شوف روعة الصغار ومستقبل كرة القدم بإذن الله تعالى للمملكة العربية السعودية، هم يتابعون الآن من المدرجات عديد من الأسماء، التقطت لهم صور من على المدرجات كمشاهدين وأصبحوا نجوما كبار في المملكة. شوف الآن يوسف نياكاتي يعاني من الإصابة، لكن شوف الإضافة الهجومية لكازولا اللي بعد ما نشط الثلاثة الأسماء، شوف هذه الكرة اللي راح فيها يوسف نياكاتي، هذه واحدة من كراته فيتينيو، شوف عمل الإضافة، الله الله على تمريرة فيتينيو، شوف يوسف نياكاتي، شوف المحمدي التصدي الرائع، الهدوء أمام يوسف نياكاتي كان ممكن يكون هدف محقق للاتفاقيين، شوف الحسرة على هذه الجماهير اللي كانت تمني النفس أن يكون انتصار بعد انتصار، حسرة لا تفيد بشيء سوى العمل على الدقائق القادمة. حسين العيسى لاعب العدالة والباطن السابق ولاعب الوحدة، لاعب سريع على المستوى الهجومي، راح يعمل إضافة، شوط المباراة الثاني أفضل الاتفاقيين، باولو فيكتور لعب كرة سهلة في وسط الملعب، تقدم بخاري، تقدم عبد الإله على اليسار يلعب الكرة العرضية وبالراس تسيران أبعد الكرة، الغامدي خلصت من أمامه، محاولة المرور، برافو برافو برافو، تسديدة، أول وصول وليد بخشوين وباولو فيكتور يتصدى، وصول قليل جدا، أحس الفريق الوحدة بأنه انضغط تماما في الدقائق الماضية، شوف هذه تسديدة وليد بخشوين لم تكن قوية لكنها كانت في زاوية وصلت إلى يد حارس المرمى باولو فيكتور. عبد الرحمن العبيد ونياكاتي اللي عانى من الإصابة، أحمد الغامدي، عبد الله الخطيب غادر، محاولة يحاول يمر يلعب الكرة لكنها سهلة، نزل عبد الرحمن العبيد ولاعب مصاب على أرضية الملعب، ألف سلامة على حجي، دقائق أخيرة من المباراة شدت الأعصاب، تدخل محمد العبكري الحكم المساعد شكري الحنفوش، اللاعب مصاب على أرضية الملعب، الحالة كانت بعيدة عن أنظار مثلا حكم المباراة. شوف هذه الكرة الأخيرة مع أزدمير، كان التدخل مع علاء حجي، باولو فيكتور حاول يقول للاعب قوم العب، تدخل، يعني هذا يحدث، هذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكن أكثر من هذا خلاص يجب هنا التدخل حتى لا تسوء الأمور أكثر من ذلك. الاتفاق رايح الأسبوع القادم راح يروح للرياض في مقابلة الهلال، والوحدة سيستضيف التعاون في الأسبوع القادم. هدأت الأمور على بعد أربع دقائق من النهاية. نعم هذا يوسف نياكاتي عمل كبير، لكنه يبدو أنه يعاني من الإصابة، متأثر حتى لغيابه في الأسابيع القادمة. هذا
الفرنسي يوسف النياكاتي، لاعب الوحدة السابق، لاعب الاتفاق، يتحسر يعني وهو يعني يدوبك يكون هو جاهز يعني كلاعب. هذه جماهير الكوماندوز، جماهير الاتفاق، حتى يعني لم يبقى للاتفاق سواكم، أقولها يعني بالمختصر، لم يبقى للاتفاق سواكم، ابقوا معه، املأوا المدرجات حتى في وقت الانكسار ووقت الانقسام ووقت كل شيء. شكري الحنفوش، البطاقة الصفراء لمن يا شكري؟ أمير كردي، اللاعب من البدلاء، أخذ البطاقة الصفراء. يستمر اللعب، باولو فيكتور، باولينو، لعب كرة سريعة للاتفاق، أحمد الغامدي، الغامدي في الاستلام أمام باولينو، تقدم باولينو لكن التغطية رائعة جدا للاعب فريق الوحدة من حسين العيسى المتراجع، خطأ، شكري الحنفوش يعيد الكرة. وصلنا إلى واقتربنا من النهاية، اقتربنا من الدقيقة 90 أحبتي الكرام، لن يكون أقل من 6 دقائق الوقت بدل الضايع، على اعتبار أن في وقت توقف في حالة الإصابات في حالة التغيير، والآن يطبق الوقت الفعلي منذ كأس العالم، يطبق الوقت الفعلي. سعد حاول، فيصل السوادي لعب كرة، فيصل فجر، فيصل يتقدم، بخاري حاول وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، أزدمير يناشد الجماهير بالمؤازرة، وعبد الإله بخاري على أرضية الملعب. وصلنا أحبتي الكرام على 90 من شوط المباراة، هذه الكرة الأخيرة مع عبد الإله بخاري، وعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. 1-1، 21 نقطة للوحدة، 23 نقطة للاتفاق، هذه 6 دقائق بالضبط. أنا قاعد أحسب وياهم يعني تقريبي الوقت بـ6 دقائق، وقت بدأ ضايع، حسين العيسى طويل عليه، عدت إلى خارج أرضية الملعب. العبيد، استلام وحداوي على الطرف الأيمن، يلعب الكرة العرضية وتيسيران خلص الكرة، فيتينيو لعب كرة جميلة، الغامدي استلم، لعب كرة للأمام سريعة، كوايسون، وحيد كوايسون في المقدمة، وحيد في المقدمة بالمهارة ممكن يمر أمام لاعبين، يلعب العرضية اصطدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، اصطدت في كوايسون وعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. وصلنا أحبة الكرام إلى الوقت بدل الضايع، منير محمدي على آخر الدقائق الست التي احتسبها، شكري الحنفوش، والتي قدرها بدر الشمراني الحكم الفي آر، الحكم المساعد في الفي آر، يكون واحدة الآن أصبحت خلاص من الوظائف اللي موجودة للحكم المساعد. هذه كرة ملعوبة للأمام، محاولة وحدوية على الدقائق الأخيرة، تيسيران يتدخل يعني قليل الوحدة وصوله، لكنه شوط المباراة الأول نذكر أنه وصل بكرة وسجل من خلالها. أحمد الغامدي تمريرة، محاولة أحمد الغامدي، تقدم، حاول يمر، وصفارة وخطأ للاتفاق. هل يفعلها الاتفاق من الكرات الثابتة؟ وكان التدريب الأخير عند كازولا
الإسباني كان كل اعتماده على الكرات الثابتة. هذا وليد باخشوين ارتكب خطأ، نعم ارتكب خطأ. جماهير الاتفاق تناشد الانتصار في هذه المباراة. هذا فيتينيو، فيتينيو في تنفيذ الخطأ أمام حارس عملاق منير المحمدي. جماهير الاتفاقية في حالة ترقب والبعض في حالة تأهب على وجود هدف ثاني. منير المحمدي الذي تصدى لأفضل تصدي له في هذه المباراة وأبقى النتيجة على التعادل 1-1 حتى هذه اللحظة. هذه الكرة الأخيرة الآن أعتقد يعني من الكرات الثابتة، يعني قليل من الكرات الثابتة ستصل بهذه الطريقة. خطأ الكويكبي، فيتينيو، هل هو الحل في الكرات الثابتة أمام المحمدي أمام ثلاثة لاعبين من لاعبي الوحدة في التصدي لهذه الكرة؟ كرة قد تكون خطيرة على مرمى الوحدة. فيتينيو القائم يتدخل لكرة فيتينيو، القائم يتصدى لكرة فيتينيو الخطيرة، قلنا كرة خطيرة. وفيتينيو منذ نزوله هو من يعني أحدث الفارق في أرضية الملعب. شوف فيتينيو البرازيلي لعبها بشكل قوي وبشكل رائع وشكل جميل. فيتينيو لعب الكرة وعدت على القائم، اصطدت، كان ممكن يكون هدف ثاني، كان ممكن يكون هدف الانتصار، كان ممكن يكون هدف 25 نقطة للاتفاق، لكن عدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الاتفاق خطير في الشوط الثاني، الاتفاق كان هو الأفضل، كان هو الأميز في الشوط الثاني. ظهر الاتفاق منذ نزول عدد من اللاعبين في الشوط الثاني، وظهرت يعني بصمة المدرب وبصمة اللاعبين على أرضية الملعب في الشوط الثاني. اللعبة كرة طويلة، سنوسي يمر، مر سنوسي هوساوي، الكويك بيستلم، غير الاتجاه بشكل رائع. أحمد الغامدي في استلام الكرة، أحمد الغامدي مر أحمد الغامدي، راوغ عدى كرة والتغطية برافو برافو الحافظ، تغطية دفاعية رائعة من عبد الله الحافظ، عدت مرة ثانية. يحاول يمر فيصل الغامدي، أزدمير يمر فيصل الغامدي، لعب الكرة للأمام، أحمد مرة ثانية الغامدي في استلام، محاولة عند فيصل، تأخر فيصل، خلصت من أمامه حسين العيسى، أيضا تأخر حسين العيسى، عادت مرة ثانية، قد تكون هي الأخيرة في هذه المباراة، قد تكون الأخيرة. فيتينيو أضاع كرة كانت يعني كانت خطيرة في القائم، محاولة البحث، العبيد يلعب الكرة، هذه سهلة للمحمدي. أعتقد أحبتي الكرام بعد هذه الكرة انتهى كل الكلام، وصلنا إلى مسك الختام. الكويكبي كان يأمل أن يعود بالثلاث نقاط، التعادل 1-1 وهو التعادل الرابع لهم في دوري المحترفين. أزدمير علاء يحاول فجر على اليمين، السوادي تقدم يبحث عن حسين العيسى، الآن أخذ خطوات، حسين العيسى يلعب الكرة، السوادي العرضية اليمين يلعب الكرة، والموسى يتدخل، الغامدي بالراس، سعد الموسى تقدم، سعد مر بالكرة لكن تأخر، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. خلاص وصلنا إلى النهاية، وصلنا إلى 96. السوادي يلعب الكرة، تسيران حكم المباراة بالفعل شكري الحنفوش يعلن صافرة النهاية 1-1. يصل الوحدة إلى 21 نقطة، يصل الاتفاق إلى 23 نقطة. تدور الدوائر كلها حتى نهاية هذه الجولة، حتى نتعرف على المقاعد والتبديلات في النهاية. بانتظار الكلاسيكو الكبير بإذن الله لكل متابعينا ومشاهدينا في قنوات SSC. الكلمة بعد الفاصل إلى الزميل محمد خاتم في الاستوديو التحليلي، إلى اللقاء. Thank you.
Thank you.